فهميني شو صار ليلة امبارح يا خانم. قلت لك على التليفون عمو كينان، علي اجى لعندي وقال لي بهداك اليوم بارك هو يلي تهجم على هزال، وشاكك انه هو يكون قتله لوفا لانه عرف بعملته لبارك. وانت ما قلتي لي هالحكي وخبيتي علي ما هيك؟ لا اكيد انا ما خبيت عنك، بس مجرد اني حسيت الموضوع سخيف وما حبيت اني وجع لك راسك، ما توقعت يعمل هيك شيء ابدا. ما فكرتي ولا ما عجبك مشان تحمي هداك الكلب؟ كينان شو؟ انت مانك ملاحظ شو عم تقول؟ جمرة مستحيل تعمل هيك شيء. شلون؟ جمرة ما باست هداك الكلب وتقربت منه؟ بالعادة ما كانت تعمل هيك شيء. كيف؟ ايه لا انا ما بصدق، انت بستيل علي معقول؟ انا ما توقعت انه الامور توصل لهالمرحلة، عن جد انا بعتذر منك عمو كيف. ما تعتذري مني، روحي جيبي لي ابني هلأ. بتطلعي من هون وبتروحي وبتحكي مع هذا الكلب علي، وما لي علاقة شو رح تقيلي لو كيف رح تقنعي، بس بدك تجيبي لي ابني. ليك يلي صار هاي جناية وفي من وراها محكمة وحكم. بترجاك كينا كتير عم تتمادى كأنه، وبتمادى أكتر من هيك إذا اضطرني الأمر. تمام تمام خلص رح أحكي رح أحكي كل بعده بعده بيكون أحسن لك، وإلا كنان بيك بيقضي عليك. بدك تراقب الشاب اللي اسمه علي، وإلا بدك تقطع أنفاسه. اعمل اللي بدك ياه ولاقي مكان بارك. سمعت؟ فهمت؟ طيب طيب شو خلونا نروح. شكرا لك. جمرة وينه بارك؟ وين مخبيه قول؟ قلتلك ما قلي علاقة بهالموضوع، بس طالما اجيتي لهون على الحارة دقي على البواب واسأليهم إذا في حدا شافه، أو اتصلي بهزال بيكون اتصل فيها. علي مو علي هالحركة، بوجود اللي عم يلعبوا معك هالشغلة ما بتحق لي جمرة، بس انتي بتخافي تسألي هيك سؤال، الأحسن إنك تضلي بعالم أحلامك يا أميرة. أنت مريض على فكرة، عم تصدق الأمور السخيفة يلي بانية بأوهامك. بارك ماله قاتل، أنا بعرفه أكتر من حاله، بس إذا كتير مصر إنك تدور على قاتل ما رح تاخد بس بارك، رح تاخدنا كلياتنا. وليش؟ لأنه كلنا متهمين بيه اللي صار بهداك اليوم. إيه منيح لكان جمرة، ما بدي أخرك، يلا روحوا بلغوا الشرطة سوا. إيه؟ وكمان بفرد مرة بتسلموا حالكم. مالي رايحة على ولا مكان قبل ما أعرف وينه بارك. المعلومة اللي عم تدوري عليها مانا عندي، بس إذا بتلاقي بارك خبريني لي كمان، لأنه لي حساب معه. يعطيكم العافية يا جماعة. يا أولاد كنان في تطورات جديدة؟ والله بدك تسأل هالسؤال للناس اللي عم تحميهم. انت خير شو عم تعمل هون؟ ليك انا ما بعرف شو علاقتك بهاي المرأة اللي اسمها داريا، بس بعد ما لاقي بارك رح حاسبك على تقربك هذا. ايه كنان شو عم بيصير كرمال الله؟ شو بكون؟ والله هذا السؤال ما بتسأليني يا إلي، بتسألي لجوزك. خليه فهمنا شو إله شغل مع أم عديم الشرف. أوندر أنا ما أجيت لهون لأتخانق معك. نسرين خدي جاكري وخلينا نطلع. جاكري ماله هون، ندور عليه بمكان تاني بعدين بفهمك التفاصيل. أنت عن جد مالك علاقة، لا تؤاخذيني نسرين. عن جد أنتم مو طبيعيين. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.